كما فعلنا في بطولة خليج 25، ولعله التسويق الشعبي هو الأجمل والأفضل والأنجع في البطولة. في طبعا نجح احنا لما يعني اعطينا اهتمام الى البلوجرز وغيرهم، وطلبنا من عندهم انه يكونون حاضرين في هذه المؤسسات والمنشآت، وفتحنا لهم المنشآت الرياضية، كان هذا دور كبير جدا في تهيئة الأجواء الشعبية للكرنفال البصري خليجي 25. أكيد هذا سيحظى بالألعاب الأخرى، والحمد لله بدأنا يعني نناقش كثيرا من الاستحقاقات الرياضية القادمة.